لن تصدق ماذا حدث اليوم، وهذا من علامات الساعة الصغرى التي أخبرنا عنها الله سبحانه وتعالى. لن تصدق ماذا حدث، ابقوا معنا لنهاية الفيديو. ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نصل بهذا الفيديو لمئة ألف لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق. أما الآن هيا بنا لننطلق. قد تحدثنا من قبل عن علامات الساعة الكبرى الذي أخبرنا بها الله سبحانه وتعالى، ولكن اليوم للأسف نتحدث عن علامات الساعة الصغرى الذي أخبرنا أيضا بها الله سبحانه وتعالى. علامات الساعة الصغرى هي العلامات التي تدل على وقوع القيامة، إلا أنها تسبقها بزمن طويل لتصبح مما يعتاد الناس وقوعه، وفيما يأتي بيانها بشيء من التفصيل. بعثة النبي وموته. بعث محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء، فلم يبعث نبي بعده إلى يوم القيامة، فكانت بعثته أول علامات الساعة. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الأنبياء وكان الله بكل شيء عليما. كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. ومن هنا فإن موته صلى الله عليه وسلم من العلامات الصغرى للقيامة، ويؤكد هذا قوله عليه السلام: اعدد ستا بين يدي الساعة موتي. كثرة المال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث نبوي أن الله تعالى سيغني الأمة بالأموال، وأن ذلك من العلامات الصغرى للساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي. ويضاف إلى ما سبق اتساع الحكم والملك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ومن ذلك الفتوحات التي تحققت في زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم، والغنائم التي نالوها من تلك الفتوحات، وكما حصل في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز، إذ كان الرجل لا يجد من يمنحه الصدقة، وقيل إن ذلك إشارة لما سيقع آخر الزمن في عهد المهدي وعيسى عليه السلام، إذ تخرج الأرض بركاتها وتكثر الأموال، وقيل إن الناس تستغني عن المال ولا يلتفتون إليه بسبب انشغالهم بأمر الحشر والقيامة. انتشار الفتن. تعود هذه العلامة إلى عدة أسباب يذكر منها الأهواء والفرقة والخصام. قال صلى الله عليه وسلم: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من الوقوع في الفتن ويسألون عنها، كحذيفة بن اليمان الذي ورد عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وينبغي للمسلم أن يقي نفسه من الوقوع بتلك الفتن بتمسكه بتعاليم الإسلام ومنهجه، واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال: أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت موضع بالمدينة من الدماء، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. ظهور مدعي النبوة. إن من علامات الساعة ظهور العديد ممن يدعون النبوة، على خلاف بين العلماء في عددهم، فقيل إنهم 30، وقيل إنهم غير محددين بعدد، وقد ظهر عدد منهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان لهم أتباع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله، وفي رواية ينبعث. ومن الذين ظهروا زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب الذي اتبعه عددا كبيرا، إلى أن شكلوا ضررا، وقد قضى الصحابة عليه زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وممن ادعى النبوة أيضا الأسود العنسي من اليمن،
الذي قتل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما ادعت سجاح زوجة مسيلمة النبوة، إلا أنها عادت إلى الإسلام بعد مقتل زوجها، وبعدها ظهر طليحة بن خويلد الذي أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، ومنهم أيضا المختار بن أبي عبيد والحارث الكذاب وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: في أمتي كذابون ودجالون 27، منهم 4 نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي.